وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التحيه لاسطوره الكره الالمانيه والرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجي، واللي من حضراتكم من اول يعني المرحله السنيه اللي انا شخصيا بنتمي ليها وانتم طالعين عارفين كويس قوي اسم وتاريخ كارل هاينز رومينيجي كبير الى اي درجه. المهم طبعا الكلام ده حصل مؤكدا لتقديره الشخصي والنادي الاهلي لبطل اوروبا وتعاونه وتعامله الراقي، وهنأ الكابتن محمود الخطيب بطل المانيا وجماهيره على النجاحات الكبيره اللي بيحققها على كل المستويات المحليه والقاريه في وجود منظومه عمل محترفه ومحترمه وبتملك كل مقومات التفوق، وعلى راسها طبعا النجم التاريخي البايرن رومينيجي، واللي طبعا هو يعرفه معرفه شخصيه جيده جدا وبيعتز بعلاقته اللي توطدت عندما قام رئيس النادي بزياره بطل اوروبا قبل سنوات وشهد على نجاح منظومه العمل في بايرن ميونخ التي تعمل دائما على التطوير دون سقف للطموح، واللي طبعا اترجمت في الفتره الاخيره بمجموعه من الالقاب المحليه والقاريه اللي حصدها بطل المانيا عن جداره وعن استحقاق. كمان خاص بالتهنئه صديقه نجم البافاريا السابق اللي بيلعب دور كبير في هذه النجاحات رومينيجي، واللي بيتوجه اليه بخالص الشكر والمحبه على تقديره وناديه للنادي الاهلي وحديثه الراقي عن بطل افريقيا بعد المقابله التي جرت بين الفريقين في كاس العالم للانديه. اضاف كابتن محمود الخطيب انه سعيد بالعلاقه المتميزه بين الاهلي وبايرن ميونخ واتمنى كل التوفيق لبطل اوروبا في كل اللقاءات القادمه ان شاء الله. بالتوفيق لفريقنا مرة تانية إن شاء الله، زي ما بنقول قادرين إننا يعني نتخطى كمان الخبر اللي امبارح كلنا كنا أكيد متضايقين إن احنا سمعناه، وهو غياب حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا اللي صدر قرار بحرمانهم من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي غدا، ده بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ. كل التوفيق للجهاز الفني على كل طبعا واللاعبين في مباراه الغد باذن الله، بس اكيد برضو نرجع نقول يا كريم هي اجراءات مشدده جدا طبعا وضعها الفيفا، وربما بعد يجي يقول لك طب ما كل الجمهور اللي كان موجود اصلا ما يعني عامل مسحه قبل يعني ان هم يوصلوا اصلا للاستاد يعني قبل الوصول والدخول للاستاد، ولكن دي اجراءات احترازيه لا يمكن لاحد ان هو يعترض عليها يعني.